دعوني في البداية أشكركم من كل قلبي على مراسلاتكم وعلى اهتماماتكم وعلى كلماتكم الطيبة وعلى دعواتكم ظهر الغيب، ومن خلال ما وصلني عبر مختلف وسائل التواصل. على ما حدث البارحة في آخر اللايف، حيث فجأة أصبت بوعكة صحية بوجع كبير في الدماغ، والله حتى كنت أحس بأنها جلطة عافانا الله وإياكم جميعا، ولكن الحمد لله مرت الأمور بسلام ولم يكن الأمر سوى صداع فقط بسبب إرهاق، حيث كنت أخذ طريق طويل شوية وما نمت جيدا، ربما كان هذا السبب حسب ما أخبرني به الطبيب. بارك الله فيكم جميعا، في انتظار التحاق الإخوة بنا خلونا نشوف لقاءات ثم نتحدث في مواضيع مهمة، وطبعا أهم موضوع تعرفونه جميعا. الأخ نجيب إدريسي، أخي أنور، أرجو الله أن يفك أسر أخيك وأسر كل الجزائريين الأشقاء من هذه العصابة الإجرامية الإرهابية المسلطة على رقاب أشقائنا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أخي نجيب. أيضا أخونا الكريم آدم، أخونا أنور نحبك كل كلمة كذا، المهم بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، والله غالب ما نقدر نغير له اسمه، ما نقدر نعمل له، خليه تفون ولا ثبون ولا أي شيء من هذا القبيل. المهم بارك الله فيك. أيضا أخونا آدم نفسه على ما أعتقد عاود نفس الكلام. أيضا أخونا أحمد، أخي أنور ماك حفظك خاطري، الله يهد بس، أحمد من طنجة، بارك الله فيك أخي، حتى وإن كنت على العموم بعض الكلمات ما فهمتها، ولكن بارك الله فيك ورب يحفظك على حضورك وكلماتك ووجودك دائما المستمر معنا. أيضا أخونا أو أختنا نزيهة، السلام أستاذ أنور، راهم غادي يهزوا رايات هما، بارك الله فيك، شكرا على مرورك. أيضا أخونا منصور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية والاحترام والتقدير لكم يا أستاذ، اللهم اطلق سراح الأخ الغالي عادل عبد المالك الدركي السابق، بارك الله فيك أخي، والله يفك غلبه إن شاء الله ويعيده سالم وغانم إلى أهله وعائلته وابنته الوحيد. أيضا فيه أحسن، السلام عليكم، جنرالات الخسائر أطلقوا رصاصة الرحمة على مشروع المغرب العربي، أمل الوحيد لمنطقتنا، بارك الله فيه. والله يعني هذا أمر مؤسف جدا أن نعيش دول مغاربية وكل واحد رانا، راكم شايفين الوضع على ما هو عليه. شكرا أخي على مرور. أيضا قال لك في النهاية لا يصح إلا الصحيح، بارك الله فيك إناس. أيضا أخونا إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام، وطمنا على صحتك، الحمد لله على كل حال الكريم، دعواتكم، ولكن والله ما كنت رايح نشارككم اليوم، ولكن ما حدث في هذا الموضوع المهم رأيت من الضروري أني أطلع معاكم ورب يجيب الخير. أيضا أخونا سعيد ندير، تحياتي أستاذ محسن، ما يحدث الجزائر، لا بريكس لا عدس لا كاس إفريقيا، لا للأسف نظام فاشل، نظام مش فاشل، هناك أنظمة تجدها فاشلة، معناها تحاول لكن تفشل، الله غالب، هذا ما النظام ما عندوش مشروع أصلا، نظام غبي، هذا هو، هذه المشكلة. أيضا أخونا بلال قال تحياتي لكم أستاذ أنور، أليس الصبح بقريب غدا ستكشف كل مناورات الكبرانات الرياضية والسياسة العسكرية، بل سيفر البعض من البعض ويتقسمون التهم في بينهم، وهذه الحقيقة، نزيد نقول لك أخي بلال، أذكر
أنت تحديدا هذا الكلام الذي قلته أنت وقلته أنا كثيرا، دائما يرجع على بعض. أخ بلال قال إيطاليا تحييك أستاذ أنور، شخصيا تبع حلقاتك وإن دل على شيء فإنما يدل على صدق كلامك وواقعية. بارك الله فيك أخي على حسن ظنك بأخيك طبعا. أيضا أخونا أحمد، لقد كنت قلقا على صحة نهاية تحليلك بالأمس، كيف هي الأحوال؟ أتمنى أن تكون بخير. الحمد لله أخي، كانت شبه صداع مفاجئ هكذا، والحمد لله مرت الأمور بخير، وإن كانت قضينا ليلة متعبة شوية ولكن الحمد لله الطبيب طمنا اليوم ومرت الأمور بخير. أخ إبراهيم، نتمنى لك التوفيق والنجاح والصحة والعافية. بارك الله فيك أخي إبراهيم، وبارك الله في الجميع، تعليقات كثيرة ولا يمكن أن نبقى كل هذا الوقت مع هذه التعليقات. أيضا رح نسألكم على الصوت. وكتبنا الأخ عبد القادر قال الآن الصوت ممتاز، حياك الله. حياكم الله إخواني الكرام، وشكرا على كلماتكم، شكرا على حضوركم الطيب والمشجع لنا للاستمرار دائما بإذن الله تعالى. شكرا لكم إخواني الكرام على صبركم علينا كل هذا الوقت، بلا أدنى شك أطلنا عليكم كثيرا لكن القلب فيه مرارة، رغم أنني متعب شوي صحيا، ولكن والله ما حدث ما قدرنا يخلينا نصمت أو نبقى نتفرج، فآثرنا الكلام. خلينا نأخذ بعض التعليقات الخفيفة ونختم هذه الجلسة الطيب. أخونا الكواكبي، الليلة تأخرت أخونا الكواكبي، قال لي والله يا أستاذ أنور أصبحت فردا من أفراد العائلة، تزورنا كل مساء. الله يسعدك أخي الكريم، وأتشرف بكم جميعا، وتثلجون صدري حقيقة بهذا الكلام الطيب والكلام الرائع، بارك الله فيكم جميعا. نأسف لحال الجزائر، بارك الله فيكم أخي. للأسف أيضا أخونا رضا قال لك للأسف الشديد هذا حال شمال إفريقيا، كثير من التشرذم وقهر الشعوب. صدق أخي الكريم، الله يأتي بالخير. سعيد المغربي قال سياسة العداء للشعوب، بارك الله فيك أخي سعيد. ودولة الدول التي تعادي الشعوب مصيرها دائما الخراب، شاءوا أم أبوا، ولدينا الكثير من التجارب التي ترونها رأي العين. خلينا نشوف ترى. قال الأخ رضا قال لك نتمنى أن تكون قضيتم أمسيتكم بخير. إن شاء الله خير أخي الحبيب، الله يحفظك ويبارك فيك. خلينا نختموا حتى باثنين أو ثلاثة وروح بلاد الغاء. خلينا نشوف أخونا فهد، بلاد الغاز والنفط المتوفر لشعب الموت أبسط سبل العيش الكريم. للأسف الشديد أخي فهد، المشكلة رهم يعتقدوا بأنهم موفروا كل شيء. أيضا أخونا الياسمة، ربي يحفظك إن شاء الله أخي الكريم أنت أيضا، وبارك الله فيك على حسن ظنك بأخيك. أيضا نجيب الإدريسي، حياكم الله رعاك وسد أخوتك أخي الكريم، بارك الله فيك أخي العزيز، رب يحفظك وعلى حسن ظنك طبعا بنا. رضا، نتمنى الخير لشعوبنا في التقدم والازدهار يا رب. أيضا أخونا ناصر، أهلا بك يا أخونا مالك، شكرا، شكرا لك أخي ناصر. آخر شيء متاع الياسمة هذا، الشعب الجزائري والشعب المغربي خاوة خاوة، حبة من حب وكره من كره، هو أحسن ما نختم به هذه الجلسة الطيبة.